النهارده هكلمكم عن تجربتي مع منتجات درماتيك، عن الغسول والتونر والمايسيلر والسان سكرين والسيرم الهيرونيك. طيب هبدأ أول حاجة هتكلم عن الغسول. الغسول بتاعهم أول حاجة، بس هي شركة مصرية. قبل ما أقول رأيي في أي منتج، هي شركة مصرية وبتعمل منتجات المفروض إنها طبية مش منتجات تجارية. هقول لكم طبعا رأيي فيها ايه عن كل منتج، لان كل منتج رأيي فيه مختلف. تمام، اول حاجة اسعارها كويسة قوي، تاني حاجة دايما بينزل عليها عروض في الصيدليات. اول حاجة هتكلم عن الغسول. الغسول ده غسول البشرة الدهنية المختلطة، حجمه 150 مللي، والمفروض ان هو مفهوش بارابن، وكان سعره 100 وحاجة تقريبا. هو طبعا سعره كان اكتر من كده، بس تقريبا انا كنت جايباه في عرض، فكنت جايباه في العرض بمية وشوية. الغسول ده مكتوب عليه ان هو اويل فري، مفيش فيه زيوت، وان هو بينظف البشرة، وانه مفهوش طبعا البارابن زي ما قلت لكم. حجمه يعتبر كويس. طيب هل عجبني ولا لا؟ بالنسبة لي انا بشرتي مختلطة شوية جافة، لما بزود منه الكمية بينشف بشرتي جامد، دي اول حاجة. فهو مش مناسب للبشرة الجافة. لو انت بشرتك بتنشف هتاخدي منه كمية صغيرة قوي قوي قوي. طيب هتاخدي كمية ازاي؟ هتبلي ايدك بمية، تاخدي كمية صغيرة قوي قوي، يعني نقطتين بالظبط، وبعد كده تفركيهم في ايديك، وبعد كده تحطيهم على بشرتك. ما تحطيش الغسول وتفركيه على بشرتك، لان الحركة دي غلط. البشرة بتكون ناعمة بالنسبة لانها ما يتفركش عليها منتج. بتفركيه على ايدك وتحطيه على بشرتك. الغسول بينظف، بيشيل الدهون. لو زادت الكمية شوية هينشف البشرة، مش بيحسس البشرة، بس الغسول نفسه يعني شوية سايل. فلما تيجوا تحطوه في الحمام، انا ببقى حاطاه كده على الستاند، مش ببقى حاطاه من تحت، لانه اول ما هتفتحيه هينزل معاكي كمية كبيرة. الغسول بصراحة كويس وعلى قد سعره يعتبر كويس، بس مش احسن حاجة انا استعملتها للبشرة. في حاجات انا استعملتها افضل منه، بس كل حاجة وعلى قد تمنها. هو تمنه يعتبر ارخص من الحاجات اللي افضل منه، فبرضو على حسب. بس لو بشرتك جافة قوي طبعا ما تجيبهوش، او في الشتاء ما تجيبهوش. لو انت بشرتك زي مختلطة جافة، تاخدي منه كمية صغيرة. طيب محدش يقلق منه للبشرة الحساسة، لان انا اخويا بشرته دهنية حساسة وبيستعمله، ومفيش عنده اي مشاكل خالص منه يعني. تمام. طيب بعد كده هتكلم عن التونر. التونر انا كنت برضو جايباه نفس سعر تقريبا الغسول، بمية وشوية في العرض. هو كان تقريبا العرض تشتري يعني المنتج نص سعره، تاخده نص سعره، يعني ادفع نص سعره. بس التونر مكتوب عليه انه مفيش فيه كحول، ودي بالنسبة لي حاجة مهمة جدا، بالرغم ان التونر لازم يكون فيه كحول. بس هنا البوينت في حاجة، انا عايزة حاجة تنشف الدهون وما تطلع ليش رؤوس سودة، بس في نفس الوقت ما تكونش تحسس بشرتي او تنشف بشرتي جامد. هو بينظف البشرة، حلو جدا على البشرة، جميل، بيساعد ان الرؤوس السوداء ما تكونش موجودة، بيساعد بس مش بيمنحها بشكل كامل، لان طبعا الرؤوس السوداء دي عايزة حمام بخار، ومع العناية هتفرق، لكن في الاول او بسبب منتج واحد مش هتفرق. طبعا التونر مع الاستعمال المتكرر بيمنع ان الرؤوس السوداء تختفي، لانه بيسد المسام. انا ما عنديش فكرة لو كان بيقلل حجم المسام ولا لا، لان انا ما عنديش المشكلة دي، فمش هقدر احكم عليها. لكن كحاجة بتنظف البشرة وبتنظف مسام البشرة وبتشيل الدهون من البشرة، يعتبر ممتاز، كويس جدا. برضو بعد كده نتكلم عن المايسيلر او عن المزيل مكياج. ده مكتوب عليه ان هو بيشيل مكياج بتاع البشرة وبتاع العيون كمان. لو مش مكتوب عليه ان هو بيشيل بتاع العيون او البشرة، بس هو مكتوب عليه ان هو للبشرة الحساسة. هو دايما مايسيلر هتلاقوه مكتوب عليه ان هو للبشرة الحساسة في الاغلب يعني. طبعا هو مكتوب عليه ان هو بينظف، بيشيل المكياج، وبيدي ترطيب ونعومة للبشرة.
اول حاجة هتكلم عنه بالنسبة يعني المايسيلر، انا بتكلم عنه بيعمل ايه للبشرة وبحطه في مقارنة مع منتجات تانية. طبعا انا هحطه في مقارنة مع غارنيه، مش هحطه في مقارنة مع بايوديرما، لان بايوديرما صعب ان هو درماتيك بصراحة يتحط في مقارنة معاه. هنحطه في مقارنة مع غارنيه. غارنيه كويس، غارنيه جميل وكويس وكل حاجة، بس غارنيه حجمه الصغير كان دلوقتي عامل 40 50، ده عامل 100 وشوية، ده 200 ملي ومية وشوية في العرض يعني. تمام، دي اول حاجة. تاني حاجة، المايسيلر مش بس بيشيل المكياج، ده بيعمل ممكن تعملي بيه دبل كلينزنج، تنظيف مضاعف برضو. انا بصراحة بستعمله بجدد بيه سان سكرين على البشرة لما بخرج، لكن وانا في البيت ما بستعملهوش غير لما بشيل مكياج بس من بشرتي، لان انا بشرتي ما عنديش مشكلة التنظيف والكلام ده ان هي تكون كتيرة، لان انا بشرتي مختلطة شوية جافة وبخاف عليها بصراحة، يعني بحس ان هي محتاجة تترطب اكتر. انا ما بشيل مكياج الاول، بشيله بالمايسيلر وبعد كده بغسل بشرتي بالغسول، لان المايسيلر لازم يتشال بغسول. بس بره البيت طبعا انا مش هقدر اعمل الحركه دي، بشيل السان سكرين بالمايسيلر وبعد كده بحط السان سكرين بتاعي. اول حاجه هو بيشيل مكياج فعلا كويس، بس بتاخدوا منه كميه شويه كبيره، شويه يعني مش كتير قوي بس شويه. لو انتوا حاطين مكياج تقيل كريمي فاونديشن والكلام ده، او مثلا حاجات ووتر بروف مثلا بتاعت العيون او الشفايف، هتاخدوا كمية شوية ازيد. تمام، بس هو كويس ومش بيحسس العيون ولا بيعمل اي مشاكل دي، بس هتاخدوا منه كمية شوية ازيد. بعد كده هتكلم عن السان سكرين بتاع درماتيك. بصراحة السان سكرين ده كان كويس جدا جدا. اول حاجة هو سعره يعتبر ممتاز، هو سعره ب200، هو مكتوب ان هو سعره ب400، ودايما الصيدليات بتعمل عليه عرض ان هو بنص ثمنه، فمش عارفه بصراحه هو سعره الاساسي 200 ولا دي حركه بقى ماركتنج بقى والكلام ده، مش عارفه. تمام، بس انا هكلمكم بناء عن انه سعره 200 جنيه، بناء عن انه سعره 200 جنيه يعتبر كويس، مش بيعرق، مش بيدهنن، مش بيأكسد على البشره، مش بيعمل مشاكل، بيحمي من اشعه الشمس. انا شايفه ان هو جميل جدا بصراحه وحلو وما بيعملش اي مشاكل خالص بالنسبه لي، وانا بشرتي مختلطه شويه جافه، اخويا بشرته دهنيه حساسه، هو بس بيشتكي ان السان سكرين سنه بيحرق بشرته، هو بيحرق البشره حاجه بسيطه يعني مش بيحرقها جامد. انا شايفه بصراحه انه كويس على قد سعره، ومش بيدي الملمس اللي هيضايقكم لو انتوا حطيتوا كميه بسيطه وحطيتوه قبل ما تتعرضوا للشمس، فانا شايفه بصراحه ان هو جميل. حتى على فكره سان سكرين لاروش في ناس بتقول عليه ان هو شويه بيحرق البشره وانه وحش، ف يعني ما فيش حد هيجتمع على منتج واحد، بس هو يعتبر على قد سعره يعتبر بصراحه كويس. تمام، بعد كده هنتكلم عن سيروم الهايرونيك. انا شايله الغطا بتاعه عشان الغطا بتاعه عامل زي المرايه. جبت السيرم الهايرونيك على اساس ان هو بيملى الخطوط زي ما الناس ما كانت بتتكلم، يعني بيملى الخطوط وبيرطب، وطريقه استعماله ان هو بيستعمل على بشره تكون مبلوله ميه، وبعد كده بتحطه كميه منه صغيره، يعني نقطه كده نقطتين في كل حته في بشرتكم، على مثلا الجبهة نقطتين، على خدكم نقطتين، والخد التاني اتنين، وهكذا. وبعد كده بتستنوا شوية 5 دقايق، وبعد كده بتستعملوا اي مرطب طبي طبعا للعين وللبشرة، عشان هو بيساعد ان البشرة تستفاد من الترطيب بشكل اكبر. تمام، فدي نقطة مهمة جدا برضو. بالنسبة لفكرة الترطيب، هو بيرطب حلو وجميل وكويس، بس مش الحاجة اللي هتعمل فرق رهيب. انا شايفة انه كويس مش وحش، بس مش شايفة انه هو واو، فاهمين قصدي؟ يعني مش لازم يكون عكس، ان انا مش شايفة انه واو مثلا او حاجة جامدة قوي انه هو وحش، لا هو كويس بس مش حاجة
يعني مش حاجة جامدة قوي ومش حاجة تعمل فرق كبير قوي. هجرب انواع تانية وهقول لكم برضو رأيي. انا عايزة بس اقول لكم على حاجة، ان انا عندي الحتة اللي تحت عيني بشوية، يعني اللي هي عند عظمة الخد دي بشوية بتكون ناشفة، لان انا بشرتي كمان اساسا مش دهنية قوي، فانا سهل جدا ان انا اعرف لو كان سيرم الهيرونيك كويس ولا لا في الترطيب، لان انا بشرتي يعني لو ترطبت خلاص ده معناه ان انت جامد، لان انا بشرتي مختلطه شويه جافه. لو حد بشرته دهنيه قوي ممكن يقول لكم ده ممتاز، ده تحفه، ده حلو، لان بشرته بتطلع زيوت، فاهمين قصدي؟ فهنا برضو ايه الفرق ما بين انواع كل بشره، بس على العموم برضو هو كويس مش وحش.